السلام عليكم أعزائي عزيزاتي التلاميذ والتلميذات، ومرحبا بكم في حصة من حصة التربية التشكيلية التي تكون كل يوم جمعة. اليوم هو يوم الجمعة 5 يوليو 2020. خذوا الصفحة 63. سوف نقوم بملاحظة النماذج وسوف نكمل الرسم بأشكال وألوان متناظرة ومتقابلة مستعملين أقلاما ملونة فقط. انظروا أعزائي عزيزاتي التلاميذ والتلميذات، فهناك أشكال هندسية كثيرة ومتنوعة. هناك المثلثات وهناك المربعات. سوف نقوم بإكمال الرسم وزخرفته وكذا تلوينه بألوان ملونة. مع تجنب استعمال الأقلام اللبادية لما تلحقه من ضرر في الصفحات الأخرى. أتمنى أن تستمتعوا صغاري برسم هذه اللوحة وأن تخرجوا كل ما لديكم من مواهب فنية رفيعة، وإلى اللقاء.